فالبنيه التحتيه ديال اكادير في الله تبارك الله المهم كاين واحد التحسن بان كاين كاينه المهم كاين تحسن مزيان زعما تقريبا وقل الاشغال قريبه تسالى فيه ما بقاش فيه بزاف ديال الاشغال باش زعما المهم كاين بزاف ديال الحوايج زوينه بحال الحيط الترمام زعما الا كنت غادي تمشى في هنا حتى هو زعما ولا مقاد ولا مزيان وصافي تبارك الله من ندير بانورامية على طول ديال زعما من الاول ديال حيت حتى اللفان ديالو. سولتيني فيما يخص التهيئة اش غنقول لك؟ والله العظيم لا كتحمق اني يعني اول مرة غادي نجي من قبل تقريبا من كورونا ما جيت لاكادير وفلا دابا لقيت الامور مقادة الترميم ديال القصبات اوكادير وفلا يعني واحد الصوره رائعه وجميله وكذلك كما كنلاحظوا الطرقات وكاين يعني ما بقاش صعوبات الناس اللي بغاو يجيو راه كاين ترونسبور موجود وفيما يخص التليفيريك حتى هو يعني سهل ماموريه وكما كنلاحظوا ان واحد اش غنقول لك اكادير وفلا من قبل ما كانش كنعطي واحد المنظر دابا عطيها واحد المنظر جميل ورائع وكيعطيك واحد الصوره زوينه للبلاد ديالك والمنطقه ديالك والصوره ماشي غير ليك انت او للمدينه ديالك كيعطيها الصوره الرائعه للعالم كاملها قصبه اكادير وفلا تم الترميم ديالها من الجهات المسؤوله كنشكرهم من هذا المنبر وكنشكر وزاره الثقافه اللي قامت حتى هي بواحد مجهود جبار باش تنجح هذه الثقافه ديالنا لانه ماشي غير السياحه الداخليه اللي كتجي حتى السياحه الخارجيه كيجيو هنا الى جو اكادير ضروري يزوروا اكادير وفلا. احنا دابا كنتواجدوا في القصبه ديال اكادير وفلا اللي معلمه تاريخيه اللي ماتوا فيها جدي مات مسكين في هذه البلاصه هذه وكنشكروا هاد الناس اللي انا فرحان ما نكذب عليك السنه الامازيغيه اللي كنشوفوا الناس ديال المجلس البلدي والناس المسؤولين في اكادير منهم الجهه منهم والي اكادير الناس ديال الامن الوطني كلهم كاينين هنا تبارك الله ما ننساوش الدار تا هما اللي كيشجعوا هذا المقدم هذا وكيشجعوا المورد الثقافي ديال الشلوح انا فرحان فاش كنشوف اللور ديالي كيعمر الدنيا كنشكر هاد الناس ديال الساكنه ديال اكادير الامازيغين من طنجة الكويره اللي جاو يديروا معنا هذا العرس ما نساوش لاله الزهره ديال الثقافه اللي سهره على ديال الثقافه وشكرا لكم شكرا للسكينه وانا فرحان اقسم بالله الى فرحان لهذه القصبه هذه تبارك الله كتشوف ديكور زوين لهذه المدينه الخلابه والخلابه والله العلي العظيم باش تعرفوا باش كنحس دابا انا راه لا اله الا الله شكرا لكم انتم شكرا لهاد الناس هذا الجمهور هذا كنقولوا للناس ضروري يكونوا هنا صواريات يكونوا هنا زوينين منهم ديال تكناويت يكونوا شي حاجه تحياتي لكم. ما يخص السياحه الداخليه كنلاحظوا الناس بزاف اللي جا الاكاديم الناس تاع المدن الاخرى ضروري يزور هذه القصبه ونتمنوا ان شاء الله من الناس يبقى يجوا يزوروها راه زوينه وكنتمنوا ان شاء الله من الجهات المعنيه تحتفظ على هاد التراث وتزيد باقي تقاد البلايص الاخرين اللي مازال ما تقادوش ولكن الحمد لله كما كنشوفوا اكادير تطورت بزاف كاين لها تهيئه بزاف ماشي غير في هذه البلاصه يعني اكادير ولات كتعطي واحد الصوره جميله للمدينه والعالم وكنتمنى من الناس تما ان شاء الله يحتفظوا ويزوروا وتكون واحد يكون واحد الحفاظ للاماكن الثقافيه. لما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.